باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين دي الحلقة السبعة من كلامنا عن سر المعمودية المقدس نتكلم فيها عن زمان ومكان المعمودية نتكلم أولا عن زمان المعمودية منذ القرن الثاني الميلادي وحتى الرابع كانت المعمودية تمنح في ليلة عيد الفصح اللي هو عيد القيامة يعني وأيضا في عيد العنصرة اللي هو عيد الخمسين المقدسة ولكن ظل عيد الفصح هو المناسبة الأكثر شيوعا بين الكنائس لممارسة المعمودية ليه؟ لأن بيسبقه فترة الصوم المقدس الكبير وهي فترة مناسبة لإعداد الموعوظين المرشحين للمعمودية وتهيئتهم بالتعليم لقبول السر في قانون رقم 45 لمجمع اللاذقية اللي عقد في القرن الرابع وبالتحديد سنة 343 ميلادية بيقول أنه بعد مرور أسبوعين من الصوم الكبير لا يجوز قبول أحد إلى الاستنارة اللي هي المعمودية لأن الجميع يجب أن يبدأوا الصوم من أوله وفي القانون 46 لنفس المجمع يقول إن المزمعين أن يتعمدوا يجب أن يتعلموا دستور الإيمان عن ظهر قلب وأن يتلوه غيبا أمام الأسقف أو الكهنة في اليوم الخامس من الأسبوع. اليوم الخامس من الأسبوع اللي هو يوم الخميس وربما يكون المقصود يوم الخميس من كل أسبوع أو ربما المقصود يوم خميس العهد وهو الأمر الأكثر احتمالا لأن المعمودية كانت بتتم في سبت النور ثم يدخل المعمدون الجدد إلى الكنيسة للتناول من الأسرار المقدسة لأول مرة في عيد القيامة. فبعد اكتمال فترة تعليم الموعوظين، كان المعلمون يأتون بهم إلى الأسقف ليتمكنوا في يوم السبت المقدس الكبير وفي ليلة الفصح من قبول المعمودية. فكان الموعوظين بيقدموا اسمائهم للاسقف قبل المعموديه ببضعه ايام فبتتسجل في سجل خاص ونعرف من العظه 13 عن الايمان للقديس اغسطينوس ان الوقت المعين لاعطاء الاسماء هو بدء الصوم الكبير لذلك مجمع اللاذقية في قانون 45 اللي احنا سبق قلناه بيقول ان الذين لم يسجلوا اسماءهم في اول الصوم لا يجوز قبولهم في المعمودية في يوم السبت المقدس العظيم والقديس يوحنا فم الذهب بيحدد ميعاد المعمودية بالضبط بأنها منتصف ليلة عيد الفصح أي قبل بداية قداس العيد مباشرة، وفي حديث بهيج يعبر عن فرحة الكنيسة كلها بأعضائها الجدد فيقول: "بعد يومين يكون العرس، قوموا اشعلوا مصابيحكم، وفي ضيها الوهاج استقبلوا ملك السماوات" قوموا واسهروا لان العريس سياتي ليس اثناء النهار بل في منتصف الليل فهذه عاده الموكب الزيجي ان تعطى العروسه لعريسها مؤخرا في المساء ليله الفصح العظيم هي الحد الفاصل والمتوسط بين الحدفين العظيمين المقدسين وهما: دفن الرب في القبر، وقيامته منتصرًا على الموت بعد ثلاثة أيام، فصار الغطس في الماء ثلاث مرات، وخروج المعمد منه ثلاث مرات في هذه الليلة المقدسة، هو مثال حي لموت المسيح ودفنه، ثم قيامته لخلاصنا. مع حلول القرن الرابع أضيفت إلى هاتين المناسبتين السابقتين اللي هما عيد الفصح وعيد العنصرة أضيف مناسبة عيد الإبيفانيا كمناسبة ثالثة في الشرق المسيحي لمنح سر المعمودية ثم اجتاز هذا التقليد من الشرق المسيحي إلى شمال أفريقيا فإسبانيا وبلاد الغال. ولقد حافظت كنيسة أورشليم ومعها الكنيسة الأرمينية على هذه المناسبات الكنسية الثلاث في منح سر المعمودية. أما كنيسة الإسكندرية فبتشير الوثائق القديمة فيها إلى أنها كانت تمنح المعمودية في عيدي الفصح والإيبيفانية أي الزهور الإلهي اللي هو الغطاس لكن ما كانتش بتمنحها في عيد العنصرة يعني أما بعض الكنائس الشرقية الأخرى بحسب شهادة المؤرخ سقراط فكانت تمنح المعمودية في ليلة عيد الغطاس فقط. أما في إسبانيا وبلاد الغال فعيد الميلاد وبعض الأعياد الأخرى أصبحت هي أيضا مناسبات كنسية تمنع فيها المعمودية مما دفع بعض أساقفة الكنيسة الرومانية زي, الـ زي مثلا لاون الكبير اللي هو انتقل في النصف الثاني من القرن الخامس مما دفع بعض أساقفة الكنيسة الرومانية إلى الاعتراض على هذا التحديث بينما ظل الشرق المسيحي محافظًا على التقليد القديم ولكن في حالات الضرورة القصوى وعند خطر الموت كانت المعمودية تمنح في أي وقت وفي أي مكان وبواسطة أي مسيحي ولكن طبقا للعلامة ترتليان وكتاب المراسيم الرسولية وقوانين مجامع قرطاجنة الأربعة أنه لا يجوز لامرأة أن تمنح المعمودية. لكن هنا بيعترضنا سؤال احنا نعرف في الكنيسة القبطية احد مسميات احد الصوم المقدس الكبير حد اسمه حد التناصير يعني اللي فيه بيحصل تنصير للاطفال وتعمدهم يعني فمتى ظهر مسمى احد التناصير كمناسبة للمعمودية في الكنيسة القبطية ده اللي أنا هوضحه دلوقت ظلت عادة قبول المعمودية في ليلة عيد الفصح مرعية في جميع الكنائس حتى القرن الاثناشر باستثناء كنيسة مصر اذ نجد شواهد على وجود معموديات في الليله الفصحيه حتى القرن الثاني عشر في الشرق والغرب ولكن هذه المعطيات واللي بتشهد بارتباط المعموديه بليله عيد الفصح تبدا في النقصان منذ القرن التاسع والعاشر الميلاديين حتى تنعدم في المرحلة اللاحقة أي منذ القرن الثاني عشر وما بعده ولكن في مصر الأمر يختلف إذ انفصلت عادة قبول المعمودية عن ليلة الفصح في وقت مبكر أي بعد القرن الخامس الميلادي بعد أن أصبح الصوم المقدس الكبير سبعه اسابيع اثاره المعموديه تمنح في مصر في الاسبوع السادس من الصوم بحسب التقليد القديم هنا مطلوب نشرح يعني ايه الاسبوع السادس من الصوم بحسب التقليد القديم في مصر بحسب التقليد القديم لكنيسة الإسكندرية كان زمن الصوم المقدس الكبير ستة أسابيع شاملة فيها أسبوع البصخة المقدسة وذلك منذ أيام البابا أفناسيوس الرسولي وحتى إلى ما بعد أيام البابا كيرلس الكبير في هذه الفترة كانت مراسيم المعمودية تمنح في الأسبوع السادس من الصوم المقدس الكبير، حيث تبدأ هذه المراسيم في يوم الجمعة العظيمة، وهو اليوم الذي يدعى يوم الاستعداد، براسكيفس، وذلك لأن اصطلاح الباراسكيفس هو الاسم القديم ليوم الجمعة العظيمة، فيوم الاستعداد هو بداية المراحل النهائية لمراسيم المعمودية، إذ لم يكن ممكنا مع الأعداد الكبيرة التي تتقدم إلى المعمودية أن تنحصر مراسيم طقوس معموديتها في يوم واحد فصار يوم السبت المقدس العظيم وقبل بداية صلوات عيد الفصح المقدس هو يوم النزول إلى الماء للتغطيس فيه، يبقى لما كان الصوم الكبير ستة أسابيع، كانت المعمودية بتمنح في الأسبوع السادس من الصوم بدءًا من يوم الجمعة العظيمة حتى تنتهي قبل بداية قداس عيد القيامة، ولكن لما حدث فصل بين الصوم المقدس الكبير وأسبوع البسخة المقدسة ليكون الصوم الأول ستة أسابيع والصوم الثاني أسبوعا سابعا، وده كان في غضون القرن السادس الميلادي تقريبا صارت الجمعة العظيمة هي الجمعة السابعة من الصوم. وحفاظًا على التقليد القديم، ومع ازدياد الطقوس والألحان والصلوات الطويلة في يوم الجمعة العظيمة لتغطي طيلة اليوم كله، انتقلت مراسيم طقوس المعمودية إلى الأسبوع السادس من الصوم لتبدأ في يوم الجمعة السادسة من الصوم مع الصلاة على زيوت المعمودية، حيث تكتمل هذه المراسيم في الأحد السادس من الصوم. لكن الفرق هنا هو أن الأحد السادس من الصوم لم يصبح هو أحد الفصح، بل يوم الأحد السابق له. ثم لما امتد الصوم المقدس الكبير ليصبح ثمانية أسابيع حوالي منتصف القرن السابع بعد إضافة أسبوع هرقل في مقدمته، احتفظ الأقباط بنفس الأسبوع السادس من الصوم الكبير ليكون هو أسبوع المعمودية كما كان في الطقس القديم، فتزحزحت مراسيم الاستعداد للمعمودية بما فيها الصلاة على زيوت المعمودية تزحزحت إلى الجمعة السادسة من الصوم ليكون يوم الأحد السادس من الصوم هو يوم المعمودية. وهنا ظهرت تسمية هذا الأحد بيوم أحد التناصير. ومن أجل ذلك انجيل القداس احد التناصير هو عن المولود اعمى وهو احد اشهر رمزين من رموز العهد الجديد عن سر معموديه الماء والروح ومن المبدع ان نعرف ايضا ان يوم الجمعه السابقه لاحد التناصير وهي الجمعه السادسه من الصوم المقدس الكبير واللي هي الجمعة اللي كانت بتبدأ عندها مراسيم الاستعداد المعمودية منذ القديم تتركز فيها حاليا قراءات القداس الإلهي عن المعمودية كما أن إنجيل القداس من إنجيل معلمنا يوحنا البشير صح ثلاثة هو عن المعمودية أيضا وهذا يريك الوقت الذي وضعت فيه قراءات الصوم المقدس الكبير، فظهور أحد التناصير والجمعة السابقة له في القرن السابع الميلادي، كان سابقًا على وضع القراءات الكنسية للصوم الكبير كما نعرفها اليوم، فجاءت القراءات موافقة لهذه المستجدات. بكده نكتفي بالكلام عن زمان المعمودية، ننتقل إلى الكلام عن مكان المعمودية. العلامة ترتليان في مقالته في مقالته عن المعمودية بيقول: ليس فرق سواء اعتمد إنسان في البحر أم في بحيرة أم في نهر. لأن الروح الواحد هو نفسه يقدس المياه في كل مكان، ويهب الروح للمياه قوة التقديس بالاستدعاء والصلاة، ولكن سرعان ما انحصرت مراسيم المعمودية داخل الكنيسة بعد انقضاء زمن الاضطهاد وبناء الكنائس في كل مكان، فتعملت حجرة مخصصة للتعميد يوجد بها جرن المعموديه كانت هذه الحجره في البدايه غير ملحقه بمبنى الكنيسه ولكن بعد كده اصبحت ملحقه به ويدعى جرن المعموديه في الكنيسه باسم الاردن وهو الاسم التقسي التقليدي القديم قديس امبروسيوس يخاطب الموعوظين في عظة له بيقول لهم تعالوا إلى نبع التقديس حيث يوجد الأردن الذي اعتمد فيه المسيح والذي فيه تغرق كل الخطايا والمعمودية في الأردن لا تستدعي السفر إلى فلسطين حيث يوجد النهر لأنه حيث يوجد المسيح يوجد الأردن وبركة تقديس الأردن قد شملت كل أنهار العالم احنا نعرف ان أقدم حجرة للمعمودية في الكنيسة المسيحية كانت في عين دورة قبل سنة 256 ميلادية والطقس الإبطي بيحتفظ بمراسيم بيقول فيها ألا يدخل الكاهن الى حجرة المعمودية الا في وقت تبريك مياه المعمودية لتتميم التعميد. يعني حجرة المعمودية كانت مقدسة زي ما بنقدس المذبح وارجو ان تعود اليه قداسته. قبل القرن الرابع الميلادي كان دهليز المعمودية او رواق المعمودية في مصر القديمة يُبنى خارج الكنيسه ولكن فيما بعد عدلت الكنيسه عن تشييد حجره المعموديه خارجا عن المبنى فبيذكر البابا غبريال الخامس في القرن الخمستاشر ان موضع الرشومات التي تسبق المعموديه هو مكان غير حجره المعموديه ذاتها فبيقول كده ان كل كنيسه لها مكان بمفردها للرشم على عادتها، ولكن مع شيوع معمودية الأطفال اعتاد الأقباط تشييد جرن المعمودية ليس بقرب البهو الخارجي للكنيسة وإلى الناحية البحرية منه، بل في أماكن أخرى غير محددة في كنائسهم. احيانا كانت ضمن كنائس صغيرة جانبية تشابلز في القرن ال 12 في كنيسة مصر حدد الأنبا بطرس أسقف البهنسة في القرن ال 12 أن يكون بناء حجرة المعمودية ناحية الشرق عن يمين الكنيسة هو ده الأسقف الذي وضع طقس تكريس المعمودية الجديدة ولقد استقر وضع جرن المعمودية في الكنيسة الآن في الناحية الشرقية القبلية منها في دقيقتين أو أكثر قليلا هتكلم دلوقتي عن عنصر آخر جديد نكمل به الموضوع هو تأخير المعمودية إلى قرب الوفاه واحنا بصدد الكلام عن موضوع زمان المعمودية. سادت عادة كانت شائعة جدا في القرون الأربعة أو الخمسة الأولى. وهي تأخير المعمودية حتى إلى قرب الوفاة خوفا من المسؤوليات التي يلتزم بها المعمد بعد نوالها، بعد نوال المعمودية. والمعمودية في هذه الحالات كانت تمنح بدون مراسيم. واعتبرت مثل هذه المعمودية ذات عائق قانوني يمنع الأشخاص الذين يتقبلونها من قبول أي رسامات كهنوتية لهم بعد ذلك. اتسمت هذه المعمودية كلينيكال بابتزم من اللفظة اليونانية كليني أي سرير. اي تلك المعموديه التي تمنح لمريض ملازم فراش الموت ولكن سرعان ما زوت هذه المعموديه عندما شاعت معموديه الاطفال وحدوث تطور في طقس التوبه وقبول التائبين في الكنيسه اخر حاجه هاشير اليها هي معموديه الذين يعتمدون من اجل الاموات ودي اللي ورد ذكرها عند رسائل القديس بولس الرسول. ظلت معمودية الذين يعتمدون من اجل الاموات احدى المشاكل التي ظهرت في ايام القديس بولس الرسول نقرأ او نسمع عنها في القرن الخامس في مجمع قرطاجنة المكاني ده مجمع عقد سنة 419 ميلاديه في القانونين 18 و20 لهذا المجمع. القانون 18 بيقول لا يجوز أن تعطى جثث الموتى سر المعمودية. وفي القانون 20 يقول يجب ألا يدفع القصوص جهلهم إلى تعميد الأموات. أما القديس يوحنا ذهبي الفم في عظته 11 على الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس فقدم لنا عن هذه المعمودية الغريبة تفصيلات أغرب منها فيقول عندما يموت واحد من أتباع مركيان الهرطوقي يضطجع واحد من الأحياء تحت سرير الميت ثم يطلبون إلى جثة الميت إن كانت تستطيع أن تتقبل المعمودية فيجيب الحي عن الميت بالإجاب ويقبل المعمودية في مكانه بدلا عن الميت ولكن من الغرابة أن نسمع عن هذه الممارسة أيضا حتى إلى القرن السابع الميلادي إذ كانت لا تزال عادة التعميد من أجل الأموات سارية بين الناس مما استلزم مجمع ترولو سنة 692 ميلادية أن يصدر القانون 83 لتحريمها معيدا التذكير بقوانين سبقت في هذا الشأن ده بيبين أن الناس كانت بتعطي للمعمودية أهمية قصوى والقديس بولس الرسول تكلم عن هذه المشكلة وأثبت بها برغم عدم موافقته عليها قد إيه المعمودية مهمة بكتفي بكده عشان المعاد يكون خلص ونتكلم في الحلقة القادمة مكملين حديثنا عن سر المعمودية المقدس ربنا المجد الدائم الى الابد امي